احمد الياس. احمد شاهدنا لاعب ارتكاب اليرموك. انس عطيه يدخل بدلا من محمود الرياح. وكره خطيره، جول جول. منذر ابو عماره، منذر ابو عماره يسجل الهدف الثاني بالدقيقه 57 من عمر المباراه. منذر ابو عماره بكره راسيه خلفيه، منذر ابو عماره يسجل الهدف الثاني بالدقيقه 57 لصالح الوحدات. اثنين الوحدات، واحد اليرموك، بكره راسيه جميله، بكره راسيه جميله. منذر ابو عماره البديل يسجل هدف الشخص الرابع هذا الموسم بعد ان سجل في شباك ذات راس الجليل العربي، يسجل اليوم في شباك اليرموك. كره راسيه من بين المدافعين، خلفيه تعانق الشباك، ويعلن من خلالها تقدم الوحدات بهدفين مقابل هدف واحد. شوف الكره راسيه الى الخلف بذكاء وتعانق الشباك على يسار الحارس فراس صالح. شوف الكرة من اللاعب الشاب أحمد الياس اللي مثل ما ذكرت لعب في ثلاثة مراكز في شوط المباراة الثاني.